يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو منك توضيح بيع السلم والفرق بينه وبين بيع ما لا تملك. بيع السلم أن تقدم الدراهم، وإذا حل الأجل يقدم لك المسلم فيه وهو السلعة. أن مثلا تقدم 100 ريال ب100 صاع من البر إلى أجل سنة مثلا، فالسلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن عكس البيع، وهذا شيء جائز في الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والناس يحتاجون إلى هذا. وبيع ما ليس عندك هذا في الأشياء المعينة، الأشياء المعينة لا يجوز أنك تبيعها وهو ليست في ملكك، كأن تقول: أبيع عليك سيارة فلان، أو أبيع عليك دار فلان، شيء معين وهو ليس ملكا لك يجوز لك تبيعه. أما شيء موصوف في الذمة منضبط بالوصف فلا مانع أنك تبيع وتستلم الثمن ثم تروح وتحضر له السلعة بالأوصاف. هذا بيع، هذا يسمى البيع بالوصف، هذا بيع بالوصف غير معين لا بأس. أما حديث لا تبع ما ليس عندك، هذا في بيع الشيء المعين.